الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قل كلمة فيبرأ غلامي. المسيح له المجد امتدح الراجل ده بسبب الكلمة دي. قل كلمة. طبعا اللي ياخد باله من الإنجيل بدايته ولما أكمل أقواله، ما احنا معانا أقواله، خلص الكلام الرجل الأممي الغريب مسك في الكلمة، قال له قول كلمة واحدة، على عكس خالص اليهود اللي هم بيطلبوا آية. أنا هعمل مقارنة دلوقتي وهسيبك كل واحد يحط نفسه مع أنهي جروب. اليهود يطلبوا آية، جم ليسوع أكتر ما ورينا آية لغاية الآخر، إن كنت أنت ابن الله فانزل عن الصليب فنؤمن. عاوز أشوف بعناي، عاوز أشوف، عاوز حاجة تظهر لي، عاوز أشوف ومؤمن. ده جروب. الجروب الثاني الأممي يقول له كل كلمة، طب تشوفه؟ يقول لا مش عاوز أشوفه، ما استاهلش أشوفه. ما تتمناش تشوف يسوع؟ يقول لا أنا استاهل، ده أنا كلمة واحدة بس. إحنا مدعوين الحقيقة للجروب ده، إحنا الأمم. المسيح قال لتوما الرسول طوبى لمن آمن ولم يرى. ما هو الإيمان هو اليقين بحاجة لا ترى. جيتوا للحقيقة، الجيل دوت الحرب كلها ضد الإيمان، عاوز يشوف حاجة، عاوز معجزة، عاوز رؤية، عاوز ظهور. مش ده الإيمان. الإيمان الحياة تعتمد كلها على كلمة، قول كلمة. طيب أنا عارف دلوقتي واحد بيفكر، طب ما أنا قلت ومعتمد على الكلمة بس ما شفتش الشفة. خلي بالك بقى، أنا هقول لك برضك رؤية تانية كده. النهاردة احنا بنعيد للشهيد أبو سيفين، الراجل السياف اللي قطع رقبته، أو الوالي أو القيصر اللي أصدروا الحكم، لما شافوا الشهيد في لوباتير مذبوح ميت شعروا بإيه؟ إحنا انتصرنا، إحنا اللي كسبنا. لكن الواضح قال لك إيه؟ نفوز، هو فاز. فاز إزاي؟ ده مات يا عمي. لا لا، ده رؤيته في السماء، ده هو رابح السماء، بس رؤية الأرض إنه اتهزم. رؤية الأرض ما فيهاش معجزة خالص، ولكن الحقيقة اللي احنا عايشين عليها، وديك شايف النار، كل الكنائس وكل المسيحيين يعملوا تمجيد لأبو سفين، هو ده مش اتهزم؟ هو ده مش قطعت رأسه؟ لا، ده اسمه عظيم في السماء، هو دي الرؤية. طب ده ايه؟ ده الإيمان، ده الإيمان اللي بيعدي حاجز موت الجسد، هو ده الإيمان. عشان كده بقولك تدبير حلو خالص من الروح القدس لينا النهاردة، انه يقوي إيماننا ومش باصص للأرض. يقول ما أنا صليت كتير ومفيش حاجة بتحصل. لا بيحصل، لا بيحصل. طب الألم ما بيروحش والضيقة ما بتروحش؟ لا لا لا، ده كلها أكاليل بتتزود عليك. لا، استجاب الله، استجاب الله، والمكان معد والأكاليل معدة، بس أنا مش شايف حاجة. لا، ممكن ما تشوفش، ممكن اللي على الأرض يقولوا ده مات، ده مات حزين مكسور القلب مريض ما وطفر، مش مهم. قل لي هو مين من الشهداء مات يعني
ما هو ماتوا كلهم، استشهدوا كلهم. وزي بقول لك اللي نفذ الحكم رجع للرئيس بتاعه تمام، قتلته وانتصرنا والحكم تنفذ. ولا تنفذ ولا بيه، ده حكم الله هو اللي تنفذ، والأكاليل اتعدت وخد الشهيد في لوباتير مكانه في السماء، والدعوة لينا توبة لمن آمن ولم ير. كل كلمة أنا نفسي نمسك في كلام المسيح في الأيام دي، لأن دقات كتيرة والإيمان بيخس والخطورة بقت شديدة. إما شفتش حاجة هشك، وبقالنا بنطلب ونصلي وبنتناول مش شايف حاجة. لا لا، إحنا ليس لنا هنا على الأرض أي رجاء، رجعنا في المسيح وإيماننا في المسيح قوي جدا. إذا إحنا أولاد القديسين، إحنا أولاد الشهداء، ما شافوش حاجة في دنيتهم الشهداء، فإحنا أولادهم اللي حنكمل مسيرتهم، مسيرة الشهادة للمسيح حتى الدم، بالحب والغفران والثقة في مواعيد المسيح. أنا معكم كل الأيام، افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. محدش يضيع مننا الإكليل، محدش يقول لنا ما فيش آية، ما مين قال لك ده صح ولا لا لا لا، احنا متأكدين ونصبنا في السماء. كل من له هذا الإيمان بيتحقق منه كل يوم، تزيد عليه الأتعاب والدئات والرفض والتخلية، مش شايف مش حاسس بالله. لو يصبر ويشكر يفرح. احنا مدعوين للآية دي، كل كلمة نعيش بها إلى أن نلقاك. لربنا المجد إلى الأبد، آمين.